عندي طحنت لحمة خروف مع أجل، عندي طحنتها في البيت وبدون بقدونس بدون بصل، بدي أعملها زي الكباب لحمة لحال صينية. هون هيها عجنتها حطيت عليها ملح وفلفل، شايفين؟ الآن بدنا نكور منها كريات صغار، يعني هسا بتشوفوا صبايا عندي أنا صينية، شوفوا بدي أصف بندورة على يا الصينية كلها. صبايا كيف حطيت البندورة كاملة؟ الآن عندي أنا مرقة دجاج نوع جديد، درش عليها كلياتها، شايفين؟ صبايا شوفوا أنا كيف عملت الكفتة، شايفين؟ كل مرة بنعملها في شكل ولا هي نفس الإشي، بس أنا ما حطيت لا معها بطاطا ولا معها إشي، يعني بدي هيك أعبي الصينية كلها زي هيك. صبايا شوفوا كيف هون، بس أنا ما بعمل، ما بدي أي زيادات عليها، بدي أحطها في الفرن تنشوي شوي، وما بدي أحط عليها مية، البندورة فيها مية واللحم كمان راح يخرج منها مية. صبايا هاي صينية الكباب خلصت، أكيد بنرش عليها رشة حب مشان القيمة الغذائية، وأنا كمان عاملة صينية معكرونة ثانية بالجبن، شايفين؟